نتوجه إلى الزميل محمد أمين النوري الذي يتواجد بالمستشفى العسكري الميداني بمنطقة أسني. أمين، أنت معي مباشرة؟ نعم أمين. إذا ربما تواكب عملية جراحية تتم في هذه الأثناء، كيفاش توصف لنا الأجواء؟ نعم لطيفة، أنا مباشرة من غرفة العمليات هنا بهذا المستشفى العسكري الميداني. واحدة من أكثر العمليات دقة التي أجريت إلى حدود الساعة في هذا المستشفى على مستوى الرأس لفائدة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، مليكة، التي تم استقدامها على وجه السرعة عن طريق المروحية من دوار أغبار، والتي خضعت لعملية جراحية على مستوى الرأس بحضور أستاذ طبيب جراح اختصاصي في جراحة الدماغ والأعصاب. العملية انتهت للتو لطيفة. الطفل الآن يعني يحاولون ربما إعادة إنعاشها، وعلى ما يبدو العملية مرت في أجواء جد إيجابية وكانت ناجحة. الإصابة كانت على مستوى الرأس وكان هنالك بعض المضاعفات، وحتى لا نصل إلى مرحلة التعفن كان لابد من التدخل العاجل والفوري، وهذا ما كان بالنسبة لهذه الطفلة التي أبانت عن شجاعة كبيرة قبل العملية. كانت تبتسم، كانت تتحدث بطلاقة بالرغم من أنها لم تأتي يعني رفقة والديها، وإنما كانت فقط يعني رفقة جارتها التي يعني كانت إلى جانبها خلال هذه العملية. قبل عملية الطفلة مليكة كانت هنالك عملية لفائدة سيدة ضريرة، عملية إزالة المياه البيضاء التي كانت أيضا ناجحة. سيدة ل3 سنوات كانت لا تبصر، استعادت بصرها، وحتى لا تنضاف معاناة فقدان البصر إلى معاناة تبعات الزلزال. عمليتان ناجحتان هذا الصباح بالمستشفى الميداني بأسني. عنوان هذا المستشفى هو تقديم المساعدة الإنسانية للجميع، ولله الحمد كل العمليات تنتهي نهاية سعيدة، كل العمليات ناجحة. عودة إليك لطيفة. أمين، أنت تنقل لنا الصورة من داخل غرفة العمليات بالمستشفى الطبي العسكري الميداني بأسني. إذن أنتم تتابعون كل العمليات التي تجري هناك، كل العلاجات، كل يعني المرافقة الطبية لكي يستفدوا منها المواطنون لكي يجيوا لهذا المستشفى، ولا بد أننا نقدم تحية إكبار لكل الأطر الطبية العسكرية العاملة بهذا المستشفى. كيفاش كتشوف الأجواء اليوم ونحن في اليوم التاسع بعد الزلزال؟ الأجواء لطيفة، يمكن أن نصفها بأن هنالك إقبال كبير يوم بعد يوم. عدد كبير من المصابين، من المرضى، من الدواوير المجاورة يحجون بأعداد كبيرة هنا لتلقي مختلف العلاجات، سواء تعلق الأمر بالإصابات بالكدمات، الإصابات الخفيفة والمتوسطة. اليوم وصلنا إلى هذا المستوى من العمليات على مستوى الرأس ويعني على مستوى الدماغ والأعصاب. بعد هذه العمليات كانت يتم نقلها مباشرة إلى المركز الاستشفائي بمراكش أو بالمستشفى العسكري ابن سينا. أصبحت هذه العمليات أيضا هذا المستشفى الميداني العسكري يقوم بمثل هذه العمليات هنا بشكل ناجح، بالإضافة إلى مجموعة من الفحوصات، مجموعة من يعني من التخصصات المختلفة التي يستفيد منها عدد من الأمراض حاضرة هنا بهذا المستشفى الذي لا يتوقف العمل داخل هذا المستشفى 24 ساعة على 24. الأطقم الطبية معبأة مرابطة تشتغل بلا توقف من أجل تقديم كل المساعدات للمواطنين. نعم، شكرا لك محمد أمين نوري على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من غرفة العمليات الجراحية بالمستشفى الطبي العسكري الميداني بمنطقة أسني.